أم أبيها في العموم أو الذي تربينا عليه، أنا أختار مقتطفات، تربينا كأنما هي الزهراء أم لأبيها، لا بأس بذلك. لكن لماذا نحصر نظرنا بهذا الجانب فقط، بأن الزهراء عليه السلام هي أم لأبيها، تدر بعواطفها وشوقها وحبها وتعلقها بالرسول صلى الله عليه وآله؟ لا، الآن ننظر نظرة معكوسة. ما هي نظرة المعكوسة؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله، أرجو الالتفات، الشيء أو الشخص عدة مجالات للرؤية. ممكن أنه أنت الآن ترى الشيء الأمامي للكتاب، فعندما أقول لك ماذا ترى ستقول لي هنالك عنوان ومؤلف ورسم تشكيلي. عندما يجي شخص آخر ينظر من الجانب الأيمن أو الأيسر سيقول إني أرى يعني مجموعة من الأوراق. عندما يأتي شخص من الآخر الجانب الخلفي يقول يعني أرى كذا وكذا. نعم، في هذه النظرة نريد أن نقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله قال، عندما قال الزهراء سلام الله عليه أم لأبيها، يعني أنا ابنها، أنا أنظر إلى الزهراء هي أمي، يعني أقرب المطلب، يعني خطوة بعض الشيء لها دلالات معنوية. وبرا بوالدتي، من القائل؟ عيسى عليه السلام. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الجنة ماذا قال رسول الله؟ تحت أقدام الأمهات. يعني الرسول صلى الله عليه وآله أراد للزهراء أن تكون أما له، ليبرها بر الولد لأمه. سؤال بسيط، هل سألت نفسك أنه من الممكن أن عيسى عليه السلام يحاجج رسول الله في الآخرة على سبيل الفرض؟ يقول، التفتوا، على سبيل الفرض، الفرض ليس على نحو المحال، أنا كنت بارا بوالدتي فحصلت على نتائج هذا البر، بر الوالدين له نتائج وله عطايا، فحصلت على آثار هذا البر الوضعية، هل أنت لك هذه ميزة لم تكن موجودة لديك، هل أنت استطعت أن تبر والدتك؟ المطلب يعني كأنما توفي سلام الله عليها، وهنالك جانب تكاملي غير موجود عند رسول الله وهو البر بالوالدين، لأن البر بالوالدين يحتاج إلى أم. فبالتالي لتعويض هذا المطلب، هذا أحد الوجوه لا على وجه العلة الرئيسية وإنما أحد الوجوه، ستكون الزهراء سلام الله عليها تمارس هذا الدور عند رسول الله، ليكون المطلب شنو؟ تاما برا بوالدتي. يعني كأنما انتقل رسول الله إلى جهة يعوض فيها هذا الجانب التكاملي. الإنسان مهما علا ومهما تكامل يبقى في دائرة الاحتياج، الكمال فقط لله. أرجو أن أريد أن أحرك الذهن، لأن هذا البعد الإسلامي واسع غير ضيق.